التشامبرز اوف ذا هارت اللي هي الحجرات بتاعه القلب او تقسيمه القلب بقى من الداخل. يبقى احنا قسمنا القلب من الخارج. اللي قسم القلب من الخارج مجموعه من الجروفز الكوروناري جروفز، قسموا لدورزال بارت اللي هما الاثنين اتريا، وفنترال بارت اللي هما الاثنين فنتريكل. اللونجيتودينال جروفز واحد رايت، لونجيتودينال جروفز سب ساينوزيال واحد ليفت باراكونا. قسموا الفنترال بارت اللي هو الفنتريكولار بارت ليه رايت وليفت فنتريكل، تمام. في انتر اتريال جروف مش واضح، او بيقسم برضو الاثنين اتريال من فوق ليه رايت وليفت اتريال. للتشامبرز بقى بتاع الهارت من الداخل، لما ندخل القلب من جوه نلاقي الهارت بيتكون من اربع تشامبرز او اربع حجرات او فور كومبارتمنت، تو اتريا رايت اند ليفت اتريام و تو فنتريك رايت اند ليفت. التو اتريا ار سيبريتد باي انتر اتريال سيبتم، زي ما قلنا هيتفصلوا بالانتر اتريال سيبتم او الفاصل ما بين التو اتريا، والتو فنتريك ار سيبريتد باي انتر فنتريكولار سيبتم، هيتفصلوا من الداخل بالسيبتم. قلنا الجروف بيقابلوا من الداخل ايه سيبتم، يبقى الجروف ده انا شايفه من بره على جدار القلب من الخارج، على جسم القلب من الخارج، انما جوه يبقى سيبتم، يبقى فاصل الايه الحجرات دي عن بعضها. التو اتري ار كونكتد وذ تو فينتريكلز ثرو اتريو فينتريكولار اوبننج رايت اند ليفت ويتش جارد باي اتريو فينتريكولار ايه فالفز. دي حجرات الهارت او الشامبر اوف هارت، ده الرايت اتريوم وده الرايت فنتريكل، ده الليفت اتريوم وده الليفت فنتريكل. الاثنين بيبقوا رايت اتريوم، ما بينهم ايه، ما بينهم سيبتم اهو، الانتر اتريال سيبتم فاصل الاثنين اتريوم عن بعض زي ما نشوف برضو تباعا، والانتر فنتريكولار سيبتم فاصل الاثنين فنتريكل عن بعض. الرايت اتريوم بيفتح على الرايت فنتريك خلال ما يسمى بالاتري الرايت اتريو فنتريكولار اورفيس اللي هو بيحاط به ترايكاسبيد فالف، وهنا الليفت اتريوم بيفتح على الليفت فنتريكل بما يسمى بالليفت اتريو فنتريكولار اورفيس اللي هو بيحاط به بايكاسبيد فالف او الميترال فالف. صورة تانية برضو اهو، ادي الرايت اتريوم وادي الرايت فنتريكل، ده الليفت اتريوم وده الليفت فنتريكل، دي ترايكاسبيد فالف اللي هي بتعمل جارد للرايت اتريو فنتريكولار اوبننج، ودي البايكاسبيد فالف اللي هي بتبقى فاتحة جارد للليفت اتريو فنتريكولار اورفيس. فدي التشامبرز بتاع الهارت. لما ناخد بقى كل حجرة تفصيلا كده ونشوف ايه اللي جواها وايه التشريح بتاعها، ايه اللي داخل كل حجرة من حجرات الهارت، فنبدأ بالرايت اتريوم. الرايت اتريوم فورمز ذا رايت كرينيال بارت اوف ذا بيس اوف ذا هارت اند لايز دورزال تو ذا رايت فنتريكل كونسيست اوف ذا ساينس فينيرام انتو ويتش ذا فين اوبن اند ان اوريكل. بص حضرتك معايا، الجزء ده اسمه الرايت اتريوم. الرايت اتريوم ده بيكون من جزئين، جزء اسمه رايت اوريكل، وجزء ما بين فتحتين الكرينيال فينا كافا وكودا الفينا كافا بيسموه ايه، بيسموه الساينس فينيرام، ساينس فينيرام. يبقى الرايت اتريوم بيكون من جزئين، رايت اوريكل وساينس فينيرام. الساينس فينيرام ده المكان اللي هنشوفه من الداخل ما بين فتحتي الكرينيال فينا كافا والكودال فينا كافا، زي ما هنشوف كده من الداخل. الجزء اللي بيبقى فيه خشونة من الداخل هنسمها بعد كده البيكتينيت مصل، ده الاوريكل، ده الاوريكل. والجزء الاملس منه اللي ما بين فتحة الكرينيال والكودال فينا كافا، الجزء ده بيسموه ساينس فينيرام. يبقى الرايت اتريوم بيكون من ايه، بيكون مما يسمى الاوريكل والساينس فينيرام، رايت اوريكل وساينس فينيرام. ساينس فينيرام is a part of the cavity between the cranial and the caudal vena cava and the atrioventricular opening. المكان ده اللي ما بين فتحة الكرينيال فينا كافا والكودال فينا كافا جوه الاتريوم داخل الحجرة البهو الايمن ده، المنطقة الملساق دي بنسميها ايه، ساينس فينيرام، الجيب الوريدي، تمام، ما بين فتحتي الكرينيال والكودال فينا كافا، وكمان فتحة ايه تاني، الفتحة اللي هتبدأ ما بين الرايت اتريوم والرايت فنتريكل، الفتحة اللي انا بشاور عليها دي الرايت اتريو فنتريكولار اوبنينج. الاوريكل عبارة عن كونيكال دايفرتيكولوم ووتش كيرفز اراوند ذا رايت اند كرينيال سيرفس اوف ذا اسيندنج اورتا، ادي الاسيندنج اورتا موجود حواليه، ده الايه الاوريكل او الرايت اوريكل.
it is a blind end appearing on the left side. البلايند اند بتاعته بتبان على الليفت سايد، متجهه للليفت اي سايد. كرينيال تو ذا اوريجن اوف ذا بالمونري ترانك، ده البالمونري ترانك عند الاوريجن، النهايه بتاعته هي ناحيه الايه البالمونري ترانك. It is the most cranial part of the heart. ده طبعا الكرينيال بارت اوف ذا هارت هو الرايت اوريكل. فالرايت اوريكل عباره عن لو بلايند اند، البلايند اند ناحيه ايه؟ ناحيه البالمونري ترانك. من الداخل بقى الكافيتي بتاع الهارت، بنبص نلاقي الكافيتي بتاع الاوريكل في ماسكولار ريدجز. الماسكولار ريدجز دي بتمثل ايه؟ بتمثل ما يسمى بالبيكتينيت ماسل. البيكتينيت ماسل دي ربنا حبى الاوريكل او الاوزين اللي هو جزء من الاتريوم بهذه العضلات او ال الطيات العضلية دي عشان يساعد في انقباض الدم. الأوريكلز تنقبض تضغط الدم او تنزل الدم للفنتريكل. فالوول بتاع اتريوم مش كله حاجة واحدة، في جزء املس او سموث ده الساينس فينيرا، والجزء اللي فيه ماسكولار ريدجز دي بنسميه الأوريكل. يبقى كلمة اتريوم بتساوي، لما اقول اتريوم بيساوي ساينس فينيرم بلس ايه؟ بلس الاوريكل. يبقى اوريكل يعني اوزين، ولكن الاوزين جزء منين؟ من الاتريوم. يبقى الاتريوم عباره عن ساينس فينيرم والاوريكل. البيكتينيت ماسلز بتمثل عباره عن ماسكولار ريدجز في الوول من الداخل بتاع الايه؟ الاوريكل. البيكتينيت ماسلز دي بتحصل لها ترمينيشن فيما يسمى بالتيرمينال كريست. يبقى زي ما حضرتك شايف الماسكولار فولدز دي او الماسكولار ريدجز دي اللي انا بشاور عليها دي متجمعه كلها في الانسرشن بتاعها فيما يسمى بالتيرمينال كريست. يبقى التيرمينال كريست بتمثل الانسرشن اوف ذا بيكتينيت ماسل. من الخارج بقى البيكتينيت ماسلز دي لما تبقى تجتمع من الخارج تكون لي حاجه اسمها ايه؟ تكون لي حاجه اسمها السالكس تيرمينالز، ده اللي بيقابل الكريستا تيرمينالز اللي هي كانت جوه. يبقى السالكس ده من بره، انما الكريستا من الداخل. الكريستا دي كانت عباره عن ايه؟ كريستا تيرمينالز عباره عن الانسرشن اوف ذا بيكتينيت ماسل. الانسرشن اوف ذا بيكتينيت ماسلز بيوصل بالتيرمينال كريستا او كريستا تيرمينالز. بتمثل هي انسيرشن بتاع البيكتينيت ماسل يقابل السالكس تيرمينالز. الانتر فينوس تيوبيركل عند حضرتك بقى كرينيال فينا كافا والكودا الفينا كافا دول عاملين ايه؟ جايبين الدم من الجسم. الكرينيال فينا كافا جايب من الهيد والنك والكرينيال بارت بتاع الثوركس، يبقى جايب الدم. الكرينيال فينا كافا جايبه اللي هو في الهيومن بنسميه سوبيريور فينا كافا، والكودا الفينا كافا في الحيوانات اللي هو عندنا بنسميه انفيريور فينا كافا جايب من الليمبس والابدومن والبلفس وبقيه الثوركس، وجايين يصبوا فين؟ يصبوا في الهارت. يصبوا الدم بيجي مندفع من الكرينيال فينا كافا والكودا الفينا كافا هيتقابلوا، لا، ما بينهم ما يسمى بالانتر فينوس تيوبركل. الانتر فينوس تيوبركل موجود هنا كده علشان ايه؟ علشان يقلل اصطدام الدم اللي جاي من الكرينيال فينا كافا والكودا الفينا كافا. وزي ما حضرتك المكان ده املس زي ما قلنا سموز ده الساينس فينيرا. فالانتر فينوس تيوبركل عباره عن ريدج بروجكتد داون وورد اند فور وورد فروم ذا روف جاست ان فرونت of the opening of the posterior vena cava it tend to direct the flow of the blood from the anterior vena cava to the atrioventricular opening. يبقى ده يوجه الدم اللي جاي من الكرينيال فينا كافا على الاتروفنتريكولار اوبننج عشان الدم ما يصطدمش ببعضه، اللي جاي من الكرينيال فينا كافا والكودا الفينا كافا. يبقى هي ريدج موجوده توجه الدم اللي جاي من الكرينيال فينا كافا او الانتيريور فينا كافا على الاتروفنتريكولار opening. يبقى احنا خدنا دلوقتي ما يسمى بيكتينيت ماسلز، وقلنا عباره عن ماسكولار ريدجز موجوده فين؟ موجوده في الوول بتاع الايه؟ الرايت اوريكل، بتاع الرايت ايه اوريكل. البيكتينيت ماسلز دي بتجتمع داخليا، الانسرشن بتاعها بنسميه التيرمينال كريست. التيرمينال كريست دي يقابلها من الخارج ايه؟ التيرمينال سالكس او سالكس تيرمينالز. عندنا الساينس فينيرم ده جزء من الاتريوم، يبقى الاتريوم ده كله اللي انا بشاور عليه ده الاتريوم، بيتكون من اوريكل وساينس فينيرم.
فينيرم. الجزء الاملس منه ده بنسميه ايه؟ بنسميه الساينس فينيرم اللي هو الجيب الوريد، بيفتح عليه الكرينيال فيناكافا وكودا الفيناكافا. ما بين الكرينيال فيناكافا وكودا الفيناكافا في ما يسمى بالانتر فينوس توبيركل، ده عباره عن ريدج عند فتحه بتاعت مقابله للفتحه بتاع الكرينيال فيناكافا عشان توجه الدم اللي جاي من الكرينيال فيناكافا او السوبيريور فيناكافا ناحيه الفينتريكل عند الاترو فينتريكولار اوبننج. كمان عندنا في الرايت اتريوم كمان ايه؟ ما يسمى بالفصة اوفال. الفصة اوفال اللي قدام حضرتك دي كان في سبتم، احنا مبره قلنا في جروف ما بين الاتنين اتريوم، انتر اتريال جروف، جوه بقى في سبتم ما بين الاتنين اتريوم، ما بين الحجرة اليمنى والحجرة اليسرى العلوية بتوع الهارت دول، او البهو الايمن والبهو الايسر، ما بينهم سبتم. السبتم ده كان في الجانب بنسميه السبتم بريمم او البرايمر سبتم. السبتم بريمم ده هو في ثقب بيسموه الفوريمن اوفال. الفوريمن اوفال ده لما نشوف الفيتال سيركوليشن كان بيعدي الدم من الرايت اتريوم للليفت اتريوم، يعني الفتحتين او الحجرتين متوصلين على بعض عن طريق الفوريمن اوفال ده، تمام؟ في السبتم بريمم. السبتم بريمم او البرايمر سبتم ده هو كان في الجنينجيه عليه سكندري سبتم. بعد الولاده باسبوعين ممكن يستمر الفتره اطول يبدا البرايمر سبتم او سبتم بريمم ده يقفل الفتحه دي. امال السكندرم ده او السكندر سبتم ده عمل ايه؟ عمل لبس حوالين الفوريمن ده، فمكان انغلاق الفوريمن ده سموه ايه؟ سموه فصة اوفال. فالفصة اوفال عبارة عن ايه؟ عبارة عن دايفرتيكولوم ان ذا سيبتال وول ات ذا بوينت اوف ذا انترانس of the caudal vena cava bounded laterally by the concave margin. It is a remnant of the oval foramen through which the two atria communicated in the fetus. شايف حضرتك الفتحة دي؟ دي كانت فتحة في الجنين بنسمها الفوريمن اوفال، كانت موجودة فتحة في السبتم بريمم او البرايمر سبتم اللي ما بين التو اتريوم. بعد كده جاء السكندر سبتم او سبتم سكندرم قفل الفتحة دي، مش قفلها، هو اتقفلت من البرايمر سبتم، عمل حواليها لبس، فهي تعتبر ريمينانت موجودة في الجنين بنسميها الفصة اوفال. دي صورة تانية للتيرمينال، دي التيرمينال كريست اللي قلنا هي عبارة عن الانسيرشن بتاع البكتينيت مصد بيقابلها من خارج الايه؟ السالكس تيرميناليس. دي فتحة الكرينيال فيناكافا، وهنا هتبقى فتحة الاتريو فينتريكولار اوبنينج، الرايت اتريو فينتريكولار اوبنينج. الاوبننجز اوف ذا رايت اتريوم، عندنا مجموعه من الفتحات موجوده في الرايت اتريوم. اول فتحه كرينيال فينا كافا، او في اللي هم بنسميه السوبيريور ايه فينا كافا، او في كمان الكودال اوبننج اوف ذا كودال فينا كافا. الكرينيال فينا كافا عند مستوى الفورس ريب في الهورس، عند الكودال فينا كافا عند مستوى السكس ريب. فينا ازايجس، الفينا ازايجس او الازايجس فين جايب الدم من منطقه الثوركس يفتح على الرايت اتريوم على طول، يفتح على الكرينيال فينا كافا. الكورونري ساينس، الكورونري ساينس ده لما هناخد السيركوليشن بتاعه الهارت هنلاقي الكورونري فين بتصب في ما يسمى بالكورونري ساينس. الكورونري ساينس ده يفتح فين؟ اللي هو جايب الدم من الكورونري فيسز يفتح على الرايت اتريوم. او opens in the anterior part of the sinus venous ventral to the caudal vena cava. The orifice is provided by a small semilunar valve. الفتحة بتاع الكورونا سيروس حواليها semilunar valves. Foramina venerum minimum دي عبارة عن opening بتاع small veins which emptying directly into the cavity of the atrium. في فتحات لي وريدة صغيرة كده ما بتشوفهاش حضرتك بعينك المجردة، عاوز عدسة مكبرة تشوف بيها، الفتحات دي على طول بتفتح داخل الايه؟ الاتريوم. الرايت اتريو فينتريكولار، ما ننساش الفتحه الكبيره بقى اللي هي ما بين الرايت اتريوم والرايت فينتريكل، دي بيسموها رايت اتريو فينتريكولار اوبننج. كمان فيما يسمى بالاورفيس اوف ذا فيني كورتس بارفي، الفيني دي عباره عن سمول فينز بتفتح برضو فين؟ بس بتفتح في البكتينيت ماسل، حضرتك برضو مش هتقدر تشوفها لان ريدج او الماسكولار ريدج بتاع البكتينيت ماسل دي بتبقى كانسل او ريه ومغطيه على هذه الايه؟ الفتحات. يبقى الاورفيس اوف ذا فيني كورتس بارفي دي كانت مجموعه الاوبننجز اوف ذا رايت اتريوم. يبقى عندنا الاوبننج of the cranial vena cava والopening of the caudal vena cava. في الفينا ازايجس يفتح على طول على الكرينيال فينا كافا، يفتح دايركت على الرايت اتريوم.
في الاوبننجز بتاع الكورونري ساينس، في فورامينا فينيرم مينيميرم اللي هي فتحات للسمول فينز هنا، وفي الفيني كوردز بارفي اللي بتفتح ما بين الفولدز بتاع البيكتينيت ماسلز او الباندز بتاع البيكتينيت ماسلز. دي مجموعه من الفتحات موجوده في الرايت اتريوم. لما نيجي نتكلم بقى على الليفت اتريوم، الليفت اتريوم بيكون الكودال بارت اوف ذا بيز، دي البيز زي ما قلنا، ودي البيز بتاعه الهارت، قلنا الجزء الامامي منها بيكونه الرايت اتريوم والجزء الخلفي منه اهو بيكونه الليفت اتريوم. فالليفت اتريوم بيكون الكودال بارت اوف ذا بيز اوف ذا هارت. اتلاي كودال تو ذا بالمونري ترانك، فين البالمونري ترانك؟ ادي البالمونري ترانك، هو موجود كودال للبالمونري ترانك انزي اسيندنج اورتا، فين الاورتا؟ ادي الاسيندنج اورتا. فده اللي انا بشاور عليه، ده هو الايه؟ الليفت اتريوم، وهيبقى موجود طبعا درزة للليفت فينتريكل، ما هو كل واحد ده الرايت اتريوم فوق الرايت فينتريكل والليفت اتريوم فوق الليفت ايه فينتريكل. لما نشوف من الداخل بقى الكافيتي بتاعه، ده الكافيتي بتاعه الفص اوفالها بقى على ناحيتين لانها كانت ثقب واتقفل وساب مكانه نطبه كده، ساب مكانه انخفاض من ناحيه الرايت هنشوفها، من ناحيه الليفت هن ايه هنشوفها اهو. The cavity of the atrium is smooth with the exception of the auricle in which the pectinate muscle are present. مش احنا قلنا في الرايت اتريوم كان في عباره عن ساينس فينيروم وبعدين في اوريكل، في الليفت اتريوم في جزء سموث وجزء بيبقى رف، الجزء الرف ده عباره عن ايه؟ عباره عن الليفت اوريكل. يبقى كل الجدار بتاع الليفت اتريوم سموث ما عدا الجزء اللي فيه ليفت ايه اوريكل. الاوفال فوسا ديبريجن في السيبتال وول زي ما اتكلمنا عليها في الرايت اهو، باوند الدورز اللي باي افولد ويتش از اريمنت اوف ذا فالف اوف ذا اوفال فوريمن اوف ذا فيتاس. بعد كده الليفت اترو فينتريكولر اورفيس، الفتحه ما بين الليفت اتريوم والليفت فينتريكل، الفتحه دي بيسموها ليفت اترو فينتريكولر اورفيس، ودي بتحاط بي بايكاسبيد فالف. الرايت فينتريكل بقى، الرايت فينتريكل كونستيتيوت ذا رايت كرينيال بارت اوف ذا فينتريكولر ماس، الجزء الامامي من الفينتريكولر ماس من البودي والابكس بتاع الهارت اللي يكونه بقى الجزء الامامي ده بيكونه الرايت فينتريكل، البطين الايمن، البطين الايمن بيمثل الجزء الامامي لانه هو بيكون الكرينيال بوردر اللي انا بشاور لحضرتك عليه، ده الرايت فينتريكل. لو فتحنا من داخل الرايت فينتريكل بنلاقي فيه ما يسمى بالسوبرا فينتريكولار كريست. سوبرا فينتريكولار كريست عباره عن سيك ريدج ذات سيبريتس ذا اتريو فينتريكولار اورفيس اند ذا كافيتي اوف ذا كونس ارتريوزس، فين الكونس ارتريوزس او اللي متلون باللون الاخضر ده اللي هو عباره عن الدايليتد اورجين اوف ذا بالمونري ترانك. البالمونري ترانك ده اللي هينقل الدم من الرايت فينتريك اللي انا بشاور عليه دي وديه للرئتين، لان الجانب الايمن من الهارت بنسميه فينوس سايد. الفينوس سايد الجانب الوريدي، الجانب الوريدي ليه؟ لانه كله دم غير مؤكسج، انما الليفت سايد ده بنسميه ارتيريال سايد لانه كله دم مؤكسج. فالرايت اتريوم يضخ الدم للرايت فينتريكل، الرايت فينتريكل ده يضخ الدم للبالمونري ترانك، البالمونري ترانك ينقسم لرايت بالمونري ارتري وليفت بالمونري ارتري، يودي الدم للرئه. لما يودي الدم للرئه دم غير مؤكسج يحمل بالاكسجين ويرجع ايه عن طريق البالمونري فينز في الليفت اتريوم، من الليفت اتريوم يروح للليفت فينتريكل، من الليفت فينتريكل يروح للاورطه بقى، الاورطه دي تضخ للجسم كله. فعندنا ما يسمى بالسوبرا فينتريكولار كريست، السوبرا فينتريكولار كريست دي عباره عن سيكريدج سيبريت الاتريو فينتريكولار اورفيس وكونس ارتريوزس، الكونس ارتريوزس اللي هو الدايليتد اورجن اوف ذا بالمونري ترانك. يبقى السوبرا فينتريكولار كريست دي عباره عن ريدج بتفصل الفتحه بتاعه الاتريو فينتريكولار اورفيس عن الكونس ارتريوزس. يبقى تركز حضرتك معايا يعني ايه سوبرا فينتريكولار كريست، هي عباره ببساطه ريدج بتفصل الاتريو فينتريكولار الاورفيس الفتحه بتاع اللي ما بين الاتريوم وبين الفينتريكل عن الكونس ارتريوز. ايه الكونس ارتريوز ده يا دكتور؟ الكونس ارتريوز ده عباره عن الدايليتد اورجن اوف ذا بالمونري ترانك، المنشا المتسع للبالمونري ترانك. يبقى دي بنسميها السوبرا فينتريكولار كريست. رايت اتريو فينتريكولار اورفيس وده جارد باي ترايكاسبيد فالف،
جوه الرايت فينتركل هيقابلنا ما يسمى بالترابيكولي كارني. الترابيكولي كارني دي عبارة عن ماسكولار ريجيس. ليه؟ لان الانفلو بتاع الدم عاوز حاجة خشنة تصد وتقابله، تمام، عشان ما يحصلش انفجار للهارت. يبقى الهارت جسم بتاعه فيه فولدز تقابل ضغط الدم اللي جاي له من الانفلو. في اماكن ملساء سموز زي ساينس فينيرم زي ما شفنا. الفنتريكل الوول بتاعتها فيها ما يسمى بالترابيكولي كارني، عباره الوول اوف ذا فنتريكل اكسبت ان ذا كونس ارتريوزس بير ماسكولار ريجز اور ريجولار ماسكولار كولمز ويتش بروجكت فروم ذا انر سيرفيس اند باندز. ليه بقى الخطوط والفولدز دي؟ عشان تقابل سيران الدم، تقابل الانفلوب اوف ذا بلاد. فعندنا ثلاث انواع من الترابيكولي كارني، في ريدجز اور كولمز ان ريلايف والبابيلاري ماسل والسبتومارجنال ترابيكولي او المودريت باند. دول ثلاث انواع من الترابيكولي كارني. اول نوع اللي هي الريدجز اور كولمز ان ريلايف. ريدجز اوف cardiac muscles covered by endocardium. الريجيس اللي في الول دي عملت الول بتاعت الفنتريكل زي الاسبونج بكده، عملته زي السفنجة بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، في فراغات ما بينها. الاعمدة دي ليه؟ عشان تقابل زي ما قلت لحضرتك الانفلو اوف ذا بلاد، ضغط الدم وهو جاي من الاتريوم للفنتريكل او انقباض الفنتريكل. يبقى دي بتسيب تجاويف كهفية ما بينها الفولدز دي او الباندز بتاعت المسلز دي ما بينها وما بين بعضها، عشان لما يضخ يبقى عنده قوة. فعملت شكل الاسبونج كده، شكل السفنج، بقى فيه تجاويف ما بين الباندز دي او الماسكولار باندز. الماسكولار باندز دي بيسموها كولم ان ريلايف، عبارة عن ماسكولار ريجيس من الكاردياك ماسلز وكفرد باي اندوكارديا. تاني نوع بنسميه البابيلاري ماسل. البابيلاري ماسل عبارة عن كونيكال وفلاتند بروجيكشن، اللي انا هشاور لحضرتك عليها دي البابيلاري ماسلز. بيمسك فيها الكورديتين ديني او الاحبال الوترية. الاحبال الوترية دي ماسك ايه تاني؟ ماسك الكاسبس بتاع الفالف. الكاسبس بتاع الفالف زي ما هنشوف بعد كده ماسك بما يسمى الكورديتين ديني. الكورديتين ديني تمسك فين؟ تمسك في الول بتاع فنتريكل في منطقة يسموها ايه؟ يسموها البابيلاري مصر. يبقى البابيلاري مصر بتبقى كونيكال وفلاتند بروجيكشن كونتينوس ات ذا بيز ويز ذا وول اند جيفينج اوف ذا كورديتين ديني تو ذا اتريو فينتريكولار فالفز. في ثالث حاجه من الترابيكولي كارني ما يسمى بالسيبتو مارجنال بان. خلي بالك كلمه سيبتال يعني وسطي ومارجنال يعني حدود، يعني هي طيات بدءا من الانتر فنتريكولار سيبتم اللي هو السيبتم ما بين التو فنتريك ومنتهية في الول بتاعة الفنتريكل دي. قالوا كان الاعتقاد الاول ان هي بتمنع انفجار القلب او تمنع ان القلب يحصل له تهتك، يعني يبقى الجدار من بره ماسك مع العمود اللي في النص او القائم اللي في النص ده. ايه القائم اللي في النص؟ الانتر فنتريكولار سيبتم. في طالع باند ماسكة في الول بتاع الايه؟ الفنتريكل. الباند دي سموها ايه؟ سموها المدريب باند او سيبتو مارجنال ترابيكولي. ولكن وجدوا بعد كده ان بتمشي فيها الياف البركنج فايبر عشان تنقل الامبلس زي ما هنشوف في كوندكتنج سيستم اوف ذا هارت. ف دي اكستندد فروم ذا سيبتوم تو ذا اوبوزيت وول. من بص حضرتك معايا، دي سيبتو مارجنال باند اللي انا بشاور عليها، دي سيبتو مارجنال باند بدءا من الانتر فينتريكولار سيبتوم وراحه للول بتاع الايه؟ بتاعه الفنتريكل. او ذا لاتر ار بارتلي ماسكولار اند بارتلي تندينيوس. جزء منها بيبقى تندينيوس وجزء منها ماسكولار اند فيري ديفرنت سبجكت، وبتختلف من حيوان لحيوان وفي اماكن لمكان. The strongest one is usually about midway between the base and the apex and extended from the septum to the base of the lateral papillary muscle. أكتر وضوح قدامنا لما نيجي نفتح في نص الفنتريكل كده نلاقي توضح أو قدامنا السيبتو مارجنال باند دي. الأول زي ما قلت لحضرتك كانوا بيعتقد إن هي بريفنت الأوفر ديستنشن، بتمنع امتلاء انتفاخ الفنتريكل، ولكن بعد كده لقوا ان بيمشي فيها البركنج فايبر وهي اللي بتوصل الامبلس للوول بتاع الفنتريكل، توصل النيرف امبلس او النبضة العصبية زي ما هنقول من السيانو اتريا نود للاتريو فنتريكولار نود، بعد كده الباندلز، بعد كده البركنج فايبر في الوول بتاع الفنتريكل. دي لقوا ان الالياف بتمر من خلالها اللي هي البركنج فايبر دي. كان بيسموها ثلاث حاجات دول، الكولمز ان ريلايف والبابيلاري ماسل والسيبتو مارجنال باند، دي كانوا بيسموها الترابيكولي كارني.
طب نيجي نتكلم على الليفت فينتريكل بقى. الليفت فينتريكل ده بيمثل الكودال بارت اوف فينتريكولار مايس الرايت فينتريكل، انما الليفت فينتريكل بيمثل الجزء الخلفي من الفينتريكولار مايس، وده اللي بيكون الايبكس اوف ذا هارت فوقه الليفت اتريوم. ده بيبقى ريجولار وكونيكال في الشيب زين ذا رايت وان. الول بتاعته بتبقى ماتش سيكر اكسبت از ايبكس. ات فورمز اول ذا كودال كونتور اوف ذا فينتريكولار بارت اند ايبكس اوف ذا هارت، بيكون كل الجزء الخلفي من الفينتريكولار وول. في فتحتين، في الفتحات اللي فيه عباره عن ايه، عن الليفت اتريو فينتريكولار اورفيس اللي هي ما بين الليفت اتريوم والليفت فينتريكل، دي جارد باي كاسبت فالف. وفي فتحه ايه تاني، فتحه بقى الاورطه. الاورطه هتفتح منه عشان تضخ الدم للجسم كله، تمام؟ يبقى في ليفت اتريو فينتريكولار اورفيس والاورتيك اورفيس. بص حضرتك معايا، دي صوره لايبكس بتاع الهارت. بص السيكنس بتاع الوول ده في ريلاكسد ستيت وده في كونتراكتد ستيت، والسيكنس بتاع الوول بتاع الليفت فينتريكل بتبقى اضعاف الوول بتاع الرايت فينتريكل، لان زي ما قلنا ده احنا محتاجين سمك عضلي كبير عشان ده بيضخ الدم عن طريق الاورطه للجسم كله. شكل الوول او السيكنس بتاع الوول بتاع الليفت فينتريكل. الانتر فينتريكولار سيبتم او الفاصل ما بين الاثنين فينتريكل ده عباره عن بارتيشن سيبريتد كافيتيز اوف ذا تو فينتريكل. الفاصل ده بيسموه انتر فينتريكولار سيبتم، انتر فينتريكولار سيبتم. جريت بارت اوف ذا سيبتم از سيك اند ماسكولار بات فيري سمول بارت از سين اند ميمبرينس. الجزء الميمبرينس ده هو بس اللي هو، بص حضرتك معايا في الصوره الثانيه، ده السيبتم ما بين التو فينتريكل. الجزء ده هو بيبقى عباره عن سين وميمبرينس. ده موجود فين؟ او اللاتر انترفينز بتوين ذا اورتيك فيستيبول ان وان هاند اند ذا رايت فينتريكل اند ذا اتريوم اون ذا اذر هاند. ما بين الاورتيك فيستيبول، فين الاورتيك فيستيبول؟ ادي الاورت، او ما بين الاورتيك فيستيبول، شايف الفصل الصغير اللي انا بشاور عليه ده؟ ده بيبقى سينو ممبرينوس. وما بين ايه تاني؟ وما بين الرايت اتريوم. الفاصل ده هو عباره عن تكمله للسيبتم ده، يبقى الفاصل الكبير ده هو ده السيبتم الانترفينتريكولار ايه سيبتم. الجزء منه لو سينو ممبرينس ما بين الاورتيك فيستيبول، ما بين بدايه الاورطه هنا، ما بين بدايه الاورطه هنا، وما بين الرايت فينتريكل اند اتريوم. ما بين الرايت فينتريكل اهو